مساء النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي ديليسيوس كيتشن. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم غناش ديال الشكلاط بمكونين فقط لتزيين تورتات العيد ميلاد. خليكم معايا مع المقادير وطريقه التحضير. بونجور مي زامي مي شير ابوني، جو سويت لا بيانفيني دون ما شين ديليسيوس كيتشن. اوجوردي جو في فو بريباري لا غناش او شوكولا بور نابي لي غاتو دانيفيرسير. ريست افيك موا بور كونيتر لي زانغريديون اي لا رياليزاسيون. بالنسبه للمقادير، هنايا غادي نحتاجوا 400 مليلتر ديال الكريمه ب 30% ديال المواد الدهنيه. غادي نحتاجوا 200 مليلتر اللي غادي تكون سخونه و 200 مليلتر ديال بارده. بارابور اوز انغريديون نورا بيزوين دو 400 مليلتر دو كريم ليكيد اونتيير 30% دو ماتيير غراس، 200 مليلتر كي سورا شود اي 200 مليلتر فرواد. وغادي نحتاجوا ايضا 200 غرام ديال الشوكولات الاسود الخاص بالحلويات. اي اون اورا بيزوين اوسي دو 200 غرام دو شوكولا نوار سبيسيال باتيسري. هنايا في المرحله الاولى، في واحد الاناء غادي نوضعوا الشوكولا ديالنا بعد ما كنقطعوها الى قطع، الى قطع اللي كتكون صغيره، وغادي ندوبوها في الميكرو اوند واحد المده ديال 30 ثانيه فقط. ومن بعد غادي نزيدوا عليها 200 مليلتر ديال الكريمه ساخنه اللي كنسخنوها 200 مليلتر، وكنزيدوها على الشوكولات على 3 ديال المرات مع عمليه التحريك حتى كيتجانسوا لينا المكونين. Dans la première étape, on va dans un récipient, on va mettre le chocolat en morceaux et on va la faire fondre au micro-ondes pendant 30 secondes. Et ensuite, on va ajouter la crème liquide entière 200 ml chaude. On va l'ajouter en trois fois tout en mélangeant. On va mettre 200 ml de crème المتبقية. ولكن هذه المرة غادي نزيدوها وهي باردة. غادي نزيدوها على 3 ديال المرات مع استمرارية التحريك. اي اونسويت اون فا اجوتي لا كريم ليكيد 200 مليلتر فرواد. اون فا لاجوتي اوسي اون 3 فوا توت اون ميلونجون افيك لا سباتول جوسكا اوموجينيتي. هنايا غادي ندوزو على الخليط ديالنا بالميكسور غير باش كنتاكدوا انه ما كيكونش عندنا قطع ديال الشوكولات. اي اونسويت اون فا باسي كيلكوز ايبولسيون او ميلونج افيك لو بي ميكسور جوست بور فيريفيي كي يا با دو مورسو دو شوكولا. صافي، هنايا من بعد ما كنكمل غادي نفيلمي الخليط ديالي بالفيلم اليمونتير كما كتشوفوا معايا. وغادي نوضعوه في الثلاجه يبات ليله كامله. ضروري لا غاناش خصها تبات ليله كامله. ونتلاقاو ان شاء الله غدا في المرحله المواليه ديال الوصفه. Après avoir fini, je vais filmer le mélange avec le film alimentaire. Je vais le filmer en contact, comme vous voyez dans la vidéo. Et ensuite, je vais réserver au frais toute une nuit, obliger cette opération. Et on se rencontre demain pour la suite de la recette. Ou d'abord, je vais commencer la recette de la ganache au chocolat. Après, je vais vous montrer comme vous le voyez dans la vidéo. هي زوينه بزاف وكتلمع وشاده فراسها. دابا غادي نضربها بالضراب الكهربائي حتى كيضاعف الحجم ديالها وكتشد راسها. ويلا تبعتوا المراحل كما درت انا راه غادي تنجح عندكم لا غاناش ديال الشوكولات. اي maintenant on va continuer la suite de la recette de la ganache au chocolat. Après toute une nuit, comme vous voyez dans la vidéo, la ganache, elle est bien, elle est brillante, elle se tient bien. Maintenant, je vais la battre en chantilly jusqu'à doublement de volume et jusqu'à la tenue. Si vous suivez les étapes que j'ai faites, vous allez bien sûr réussir votre ganache au chocolat.
هذا هو الشكل النهائي ديال غناش بالشوكولات اللي حضرت اليوم. غناش متعدده الاستعمالات، كتنبيو بها لي كاتو دانيفيرسير ولا لي كوب كيك. نتمنى الوصفه ديالي ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. كيف العاده ما تنساوش المشاركه في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وديروا لي لايك للفيديو وتبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده، وما تبخلوش عليا ايضا بلي كومونتير ديالكم، وتسناوني في فيديو قادم ان شاء الله مع ديليزيوز كيتشن. والى اللقاء. Et voici le résultat final de la ganache au chocolat que j'ai préparée aujourd'hui. Une ganache pour napper les gâteaux d'anniversaire ainsi les cupcakes. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous apporte entière satisfaction. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, d'en faire un like à la vidéo, d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications, de partager avec la famille et les amis. Et n'oubliez pas les commentaires. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Delicious Kitchen.